بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض المحاضرة الثالثة لشرح برنامج الأوتوكاد. الأمر رقم 9 ألا وهو أمر شنفر. لو فتحنا الأوتوكاد كده، أمر شنفر دوت له 3 استخدامات جوه الأوتوكاد. أول استخدام، لو أنا معايا خط رأسي كده طوله وليكن 3 متر، وخط أفقي وليكن طوله 4 متر، ايه رأيكم لو انا عايز اشطف الزاوية القايمة اللي بينهم؟ بمعنى من قايمة مودفاي، ادي امر شنفر، او الايقونة بتاعته اللي هي شنفر، اختصار شنفر سي اتش اي، وادوس انتر. المفروض بيطلب مني ان انا اعلم على الخط الاولاني واعلم على الخط التاني، بس قبل ما اعلم بدخل حاجة اسمها ديستانس، فبقول له حرف الدي اختصار كلمة ديستانس، انتر. المسافة الأولانية وليكن نص، انتر، والمسافة التانية وليكن نص، انتر، ويرجع تاني يطلب مني الخط الأولاني بعمل عليه كليك، والخط التاني بعمل عليه كليك، يروح شاطف لنا الزاوية اللي بينهم. طب الزاوية دي اتشطفت على أي أساس؟ بيجي هنا على بعد مسافة نص اللي أنا دخلتها، ومن هنا على بعد مسافة نص اللي أنا دخلتها، يروح عامل خط ما بين الاتنين. نقول تاني، لو انا جبت امر شنفر قبل ما اعلم على الخطوط بتاعتي بقول له دي انتر اختصار كلمة ديستانس، وادخل المسافة الاولانية متر انتر، المسافة التانية متر ونص انتر، مش شرط المسافتين يبقوا قد بعض، واعلم على الخط ده يبقى هو ياخد المسافة الاولانية، واعلم على الخط ده يبقى ده ياخد المسافة التانية، يروح عامل لنا شطفة للزاوية. طبعا الشطفة دي مش هتبقى بزاوية 45 لان المسافة دي مش قد دي. تمام. طيب سؤال صغير، لو انا جبت امر لاين وادي امر لاين، في زيادة في الخط ده من هنا وفي زيادة في الخط ده من هنا، لو انا علمت على الزيادة هيعلم لنا على الخط كله. طب انا عايز اشيل الزيادة دي بس، هجيب امر شنفر سي اتش اي وادخل المسافات، فاقول له دي انتر، ادخل المسافات بتاعتي صفر انتر صفر انتر، واعلم على الخط ده واعلم على الخط ده، يروح عامل لنا شطف على بعد مسافة صفر، يعني يروح شايل لنا الزيادات اللي موجودة. خلي بالكو، أنا لو جبت أمر شنفر وقلت له دي انتر صفر انتر صفر انتر، لو علمت على الحتة دي وعلمت على الحتة دي، اللي هيتشال اللي أنت ما علمتش عليه اللي هو اللي بره. معايا؟ ناخد بالنا من الحتة دي كويس جدا. تمام. أمر شنفر تاني أهو يا جماعة، وأقول له دي انتر صفر انتر صفر انتر، وعلم على الخط ده وعلم على الخط ده، يروح شايل لنا الزيادات اللي موجوده. الاستخدام الثالث لامر شنفر ان انا يبقى معايا خط هنا ومعايا خط راسي هنا، وعايز امد ده على استقامته وامد ده على استقامته لغايه ما هما الاثنين يتلاقوا مع بعض، فبجيب امر شنفر. المسافات اللي انا عايز ادخلها اصفار. ممكن اسال سؤال، اخر مسافات انا كنت مدخلها كام؟ صفر وصفر، موافق عليها؟ اه. لو موافق مفيش داعي تكتب دي انتر صفر انتر صفر انتر، لا اشتغل على طول، هعلم على الخط ده وعلم على الخط ده، يروح عامل لنا مدد لنا الخط ده مدد لنا الخط ده، وقت ما هما الاثنين يتلاقوا مع بعض. الحته اللي جايه دي مهمه شويه. بقول تاني، لو انا معايا خط راسي ومعايا خط افقي وجبت امر شنفر وقلت له دي انتر نص انتر نص انتر، وعلمت على الخط ده وعلمت على الخط ده، راح عامل لنا الشطفه اللي بينهم. طب لو انا معايا خط تاني هنا كده، مش لازم يبقى افقي، ممكن يبقى مايل كده كده، وعايز اشطف الزاويه اللي بينهم على بعد مسافه نص برضه، هجيب امر شنفر. اخر مسافات انا كنت مدخلها كام؟ مكتوبه قدامك اهي، كانت نص ونص، مفيش داعي ان انا ادخلهم تاني، هعلم على الخط ده على طول وعلم على الخط ده على طول، يروح شاطف لنا الزاويه اللي بينهم. طب لو انا معايا خط راسي ومش شرط يبقى راسي، وخط تاني كده، وعايز اشيل الزيادات دي، هجيب امر شنفر. المسافات اخر مسافات كنت مدخلها كام؟ نص ونص، انت موافق عليها؟ لا. فهقول له دي انتر صفر انتر صفر انتر، وعلم على الخط ده من هنا وعلم على الخط ده من هنا، يشيل لنا الزيادات اللي بقى. ولعلمك لو انا معايا خط افقي كده، وخط يعني ما يبقى اي زاويه، خط هنا وعايز امدهم هما الاثنين على استقامه ده وده على استقامه لغايه ما يتلاقوا في نقطه، هجيب امر شنفر. اخر مسافات انا كنت مدخلها كام؟ صفر وصفر، موافق عليها؟ اه. يبقى علم على الخط ده على طول وعلم على الخط ده على طول، يروح عامل لنا امر شنفر. تمام.
اعلم الخطوط دي كلها اعمل لها ديليت. ده كده بالنسبه لاول امر عندنا اللي هو امر مين؟ شامفر. الامر الثاني الا وهو امر فيلت. حضرتك لو انا معايا خط راسي هنا كده اف 8 طوله 3 متر 3 انتر، وخط افقي وليكن طوله 3 انتر، وعايز اخلي الزاويه القايمه دي ربع دايره من قايمه الدفاي، ادي امر فيلت. الايقونه بتاعتنا اللي هي دي فيلت، اختصار فيلت يا جماعه اف انتر. المفروض بيطلب منك ان انت تعلم الخط الاولاني وتعلم الخط الثاني، بس قبل ما اعلم هو الراديوس هنا كام؟ صفر، يبقى مش هيعمل لك دايره. هقول له ار انتر، اختصار كلمه راديوس، اختصار كلمه راديوس، واقول له واحد انتر. لو علمت على الخط ده وعلمت على الخط ده يروح عامل لنا فيلت ما بين الخطين، الربع دايره نص قطرها كام متر. بقول تاني، لو انا معايا امر لاين وامر لاين وعايز اعمل فيلت بينهم اف انتر، اخر راديوس انا كنت مدخله كام؟ واحد. لو انت موافق عليه علم على الخط ده على طول وعلم على الخط ده على طول، يروح اعمل لك الفيلت. لو انا مش موافق عليه بقى اعمل ايه؟ هروح جايب امر فيلت، مش موافق انا على المتر، هقول له ار انتر وادخل نص القطر بتاعنا واحد ونص انتر، واقول له علم على الخط ده وعلم على الخط ده، يروح عامل لنا فيلت ما بين الخطين. بالمناسبه يا جماعه لو انا معايا خط راسي وخط افقي وفي زيادات بينهم، ممكن اشيل الزيادات دي بامر فيلت. ازاي اجيب امر فيلت؟ واقول له ار انتر، ادخل النص القطر بتاعنا صفر، وعلم على الخط ده وعلم على الخط ده، يروح شايل الزيادات اللي موجوده ما بين الخطين. يبقى امر شامفر بيشطف الزاويه بخط مايل او بيشيل الزيادات او بيوصل خطين مع بعض. امر فيلت بيفلت الزاويه، يعني بيعملها كيرف، او ممكن نستخدمه برضه ان هو يشيل الزيادات اللي موجوده معاه. الامر رقم 11 اللي هو امر اوفست. اوفست ده لعمل موازي لرسمه. بص حضرتك كده، لو انا معايا خط راسي طوله وليكن 3 متر 3 انتر، يبقى الخط ده كده طوله 3 متر، تمام؟ من قائمه مودفاي في امر هنا اسمه اوفست اهو، او الايقونه بتاعته اهي اوفست، اختصار اوفست او انتر. اول حاجه بيطلبها مننا بعد ما بستدعي الامر مسافه التوازي 1 انتر مثلا. تاني حاجه بعمل كليك على الخط اللي انا عايز اعمل له موازي، واعمل كليك في الناحيه اللي انا عايز اعمل فيها الموازي، يروح عامل لنا موازي للخط ده على بعد مسافه متر. اعلم على الخط اللي انا عايز اعمل له موازي، واعمل كليك في الناحيه اللي انا عايز اعمل فيها الموازي. طب افرض ان انا عايز اغير مسافه التوازي، اروح اعمل اسكيب عشان اطلع من الامر، واجيب الامر تاني وادخل مسافه التوازي الجديده وليكن واحد ونص انتر. لو علمت على الخط ده وعملت كليك الناحيه دي، علمت على الخط ده وعملت كليك، يبقى احنا اتفقنا على مبدا ان انا لو حبيت اغير مسافه التوازي اعمل اسكيب واجيب الامر تاني عشان ادخل المسافه من اول وجديد. ده كده بالنسبه للامر لاين، وممكن يتنفذ بكوبري، تمام؟ ممكن لو انا معايا مستطيل ابعاد وليكن علامه ات 4.3 انتر، انا عايز اعمل موازي للمستطيل ده من جوه على بعد مسافه ربع متر، فهجيب امر اوفست او انتر، وادخل مسافه الاوفست 25% انتر. هعلم كليك على المستطيل، لو عملت كليك جوه يعمل لك موازي للمستطيل من جوه، لو علمت على المستطيل وعملت كليك بره يعمل لك موازي للمستطيل من بره. نفس الكلام بالنسبه للدايره، لو انا معايا دايره زي دي وجبت امر اوفست او انتر ودخلت مسافه الاوفست، ممكن اسال سؤال اخر مسافه انا كنت مدخلها كام؟ كانت ربع. لو حضرتك موافق عليها اشتغل على طول، دوس انتر على الفاضي وعلم على الدايره، لو عملت كليك جوه يعمل لك لها موازي لجوه، علمت على كليك جوه وهكذا، تمام؟ طيب ده بالنسبه لامر اوفست لعمل موازي لخط او لدايره او لمستطيل. الامر اللي بعد كده اللي هو امر ميرور، ده بيعمل مرايه. بص حضرتك كده، لو انا معايا مستطيل زي ده
ورحت راسم عليه شكل تاني زي ده. الشكل ده لو انا عملت له كوبي هيطلع لنا صورة طبق الاصل منه، بس انا عايز اعمل منه نسخة ونسخة معكوسة، يبقى مين اللي يعملها؟ امر ميرور بيجي من قائمة موديفاي ميرور، او الايقونة بتاعتنا اللي هي ميرور. اختصار ميرور ايه يا جماعة؟ ام اي انتر. بعلم على الجسم اللي انا عايز اعمله ميرور وادوس انتر. فين المراية؟ وليكن رحت جاي هنا عامل كليك، ورحت نازل تحت عامل كليك كأن دي المراية بتاعتي، واروح دايس انتر يروح عامل لنا ميرور حوالين الخط اللي انا حددته بدايته ونهايته. تمام. خلي بالكم ممكن قبل ما اعمل ميرور اروح اعمل المرايه الاول بخط كده، واجيب امر ميرور واعلم على الجسم ده وادوس انتر. بعمل كليك في اول المرايه وكليك في اخر المرايه وادوس انتر يروح عامل لنا الميرور بتاعتنا. بس خلي بالك المسافه ما بين الجسم الاصلي والمرايه بتساوي المسافه من المرايه للايه؟ للصوره. لو انا رحت جايب امر ميرور وعلمت على الجسم ده ودوست انتر، لو عملت كليك هنا وكليك هنا يروح عامل لك الشكلين ملامسين لبعض او لازقين لبعض. امر ميرور ده يستخدم لعمل الرسومات المتماثله. عندي شقه بيت على شقتين، شقه زي التانيه بالظبط، فبرسم واحده واعمل لها ميرور الاقي التانيه اتعملت على طول. ايه راي حضراتكم لو حبينا نرسم الرسمه دي، رسمه الباب او الشباك دوت؟ حضراتكم نركز بس الاول، الشباك ده متر 20 في متر 20، يعني الضلفة الواحدة دي كام في كام؟ حضرتك هتلاحظ انها تبقى 3 من 10، صح كده؟ في ارتفاع متر 20، في برواز جوه للمستطيل، التخانة دي كلها كام؟ 5 سنتي، يعني 5 من 100. ايه رأيكم لو انا جبت امر ريكتانجولار وعملت كليك، طالب منك الكورنر الثاني علامة ات عشان ينسب، 3 من 10 في الاكس كوما متر 20 في الواي، يبقى ده هيروح عامل لنا برواز 3 من 10 في متر 20. لو انا رحت جايب امر اوفست ودخلت مسافة الاوفست 5 من 100 وعملت كليك على المستطيل وعملت كليك جوه، راح عامل لنا اوفست للمستطيل جوه بامر هاتش، واخترت من هنا لون الهاتش وليكن اللون الاخضر الغامق، ونوع الهاتش اللي هو سوليد، ورحت عامل كليك هنا بيج بوينت، ورحت عامل كليك ما بين البروازين، ورحت دايس مسطره اوكي، راح مهشر المساحه المحصوره ما بين المستطيل اللي بره المستطيل اللي جوه. جبت امر هاتش تاني واخترت اللون وليكن الاخضر الفاتح، واخترت من هنا شكل الهاتش اللي هو الخطوط المايله. خلي بالكم ان الخطوط المايله دي اساسا هديها سكيل ربع، وخلي الزاويه صفر يروح عامل لنا الخطوط مايله زي ما حضراتكم شايفين. طب لو انا رحت مميلها تاني بزاويه 45 فراح مخليها لك راسيه. طب لو انا زودتها 45 كمان خليتها 90 راح مخليها لك مايله الناحيه التانيه. طب لو انا زودتها 45 كمان خليتها 135 راح الراجل عاملها لك خطوط افقيه. يبقى انا كده الهاتش ده اساسا كان مايل، انا ميلته بزاويه 135 فبقى افقي. بامر كوبي هعلم على الضلفه دي كلها باللي فيها وادوس انتر، وهمسكها من هنا واعمل نسخه عند النقطه دي ونسخه عند النقطه دي ونسخه عند النقطه دي، واروح عامل اسكيب، نكتشف ان باقي الشباك بتاعنا خلص يا باش مهندسين. طيب ايه رأيكم لو حبينا نرسم باب البلكونة اللي موجود قدامنا ده؟ معلش هو في غلطة هنا صغيرة، الباب ده مش ارتفاعه 1.95 هو 1.75. تمام. تعالوا نرسم ضلفة واحدة، ضلفة واحدة بس من باب البلكونة دي هيبقى عرضها ربع متر، لان العرض ده كله متر، 4 ضلف، يبقى الضلفة الواحدة ربع متر وارتفاعها 1.75، البرواز ده 5 من 100، مفيش برواز موجود من تحت من هنا، ملاحظين؟ الارتفاع من هنا لغاية تحت خالص ربع متر. ايه رأي حضراتكم لو انا جبت امر بلاش امر ريكتانجولار بقى، جبت امر لاين ورحت ماشي افقي
ربع متر، ورحت طالع رأسي 1.75 متر، وماشي أفقي ربع متر، ورأسي 1.75 متر. أنا يهمني إن المستطيل اللي اترسم ده كل خط يبقى لوحده. في طريقة تانية، ممكن واحد شاطر يروح جايب أمر ريكتانجلر وراسم المستطيل أبعاده علامة آت 25%، كوما 1.75 متر، بس ده كده كله على بعضه كتلة واحدة. هروح معلم عليه ودايس على أمر إكس إكس إكسبلود، يروح مخلينا كل خط بقى موجود لوحده. فأنا تمام، ده شغال وده شغال. هو انت عايز ليه كل خط يبقى لوحده؟ هقول لحضرتك دلوقتي. لو انا جبت امر اوفست ودخلت مسافه الاوفست 5 من 100، وعلمت على الخط ده وعملت كليك هنا، وعلمت على الخط ده وعملت كليك هنا، وعلمت على الخط ده وعملت كليك هنا، انا عايز كل خط يبقى لوحده، لان انا مش عايز اعمل اوفست من تحت. لو كان المستطيل ده على بعضه حته واحده كان عمل له اوفست من جميع الاتجاهات. طب الزيادات اللي هنا دي اشيلها ازاي؟ بامر شنفر. لو انا جبت امر شنفر، المسافات كام يا جماعه اللي مكتوبه؟ صفر وصفر، دي اللي انا عايزها. اعلم على الخط ده واعلم على الخط ده، يروح شال لنا زياده. لو دوست انتر على الفاضي يجيب لنا اخر امر كان موجود عندنا، اللي هو امر مين؟ شنفر، بدل ما اروح اجيبه يعني. واعلم على الخط ده واعلم على الخط ده، يروح شال لنا الزيادات اللي موجوده. طب ايه رايكم لو انا رحت جايب امر لاين وموصل خط من هنا لغايه هنا بس، ورحت عامل له اوفست ربع متر عشان الخط ده بس هو اللي يطلع، عملت كليك هنا ورحت طالع لفوق ربع متر، تمام كده؟ وجبت امر هاتش الاخضر الفاتح الخطوط المايله بسكيل ربع وزاويه 135، ورحت عامل هاتش جوه هنا، ورحت قايل له اوكي. رحت جايب امر هاتش تاني الاخضر الفاتح واللون اللي انا او الشكل الهاتش اللي انا اختاره سوليد، وعملت هنا كليك، ورحت جايب امر هاتش تاني باللون اللي هو بالسوليد بس اللون الاخضر الغامق، هقول له سيلكت كلر واختار من هنا اللون الاخضر الغامق، واروح اعمل كليك ما بين البروازين، وبامر كوبي علمت على الضلفه دي كلها ومسكتها من ناحيه عشان احطها في الناحيه التانيه، عشان احطها في الناحيه التانيه، الناحيه التانيه 4 دولفة اهوت، واروح اعمل سكيب. ايه رايكم لو انا عايز ارسم البلكونه اللي موجوده قدامي؟ البلكونه دي طولها 4 متر، المسافه دي نص متر، بعد كده ربع ربع ربع، المسافه دي 15 من 100، بسيطه جدا. بامر لاين همشي خط افق كده طوله 4 متر، وهروح اعمل له اوفست نص متر، وراح اعمل سكيل، هجيب امر اوفست تاني، فممكن ادوس انتر على الفاضي يجيب لك اخر امر كان موجود اللي هو اوفست، وادخل مسافه الاوفست ربع متر، وادوس انتر واعلم الخط ده واعمل هنا نسخه ونسخه كمان ونسخه كمان، في مشكله؟ بامر لاين هوصل من هنا لهنا بس، وبعدين لهنا وبعدين لهنا. طب ليه؟ عشان الخط ده يبقى لوحده وده لوحده وده لوحده، برضه ليه؟ عشان لما اجي اعمل اوفست 15 من 100 للخط ده الاقي الخط ده بس هو اللي جاي لي، واروح معلم على الخط القديم واروح اعمل له ديليت. ايه رايكم؟ وبامر فيلت ادخل الراديوس بتاعي ار انتر ربع متر اللي هي المسافه ما بين الخطين، واعلم على الخط الراسي وبعدين الخط الافقي، يروح اعمل لنا فيلت. نقول تاني، بامر لاين اوصل من هنا لهنا وبعدين لهنا وبعدين لهنا، وبامر اوفست 15 من 100. خلي بالكم انا لما جبت امر اوفست هدوس انتر على الفاضي، لان اخر مسافه كنت مدخلها 15 من 100، وعلم على الخط ده وادوس ايه؟ كليك الناحيه، واعمل سكيل، وعلم على الخط ده واعمل له ديليت، وبامر فيلت اخر راديوس انا كنت مدخله كام؟ ربع، يبقى ادوس ايه؟ على الخط ده على طول والخط ده على طول، يروح اعمل لنا الفيلت ما بينه. بامر هاتش الالوان بتاعتنا ده هو الاخضر الغامق الوحيد، الاخضر الغامق عملوه في البرواز ده، واجيب الامر تاني انتر على الفاضي يجيب لك الامر تاني الاخضر الفاتح سوليد برضو لده ولده،
ايه رأيكم لو جبت امر هاتش واخترت منها لون الهاتش وليكن اللون اللي هو البني ده، واخترت من هنا شكل الهاتش اللي هو بوكس ده حديد التريتالي، بس طبعا هخلي الزاوية بتاعته صفر واقول له بيج بوينت كليك واقول له بريفيو قبل ما اقول اوكي. مظبوط كده تمام، واروح اوكي. ادي البلكونة بتاعتنا، وادي باب البلكونة، وادي الشباك بتاعنا يا باش مهندسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.